ما يزال النازحون في مناطق جنوب كركوك شمالي العراق يواجهون مصاعب تحول دون عودتهم إلى قراهم التي تم تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي. هذه الصعوبات تتلخص بالدمار الكبير الذي لحق بالبنى التحتية في قرى وبلدات تنتظر إعادة إعمارها منذ عام 2017 وحتى يومنا هذا. على الدولة توفير مخصصات المالية للمتضررين وإعادة الإعمار في دوس خرماتو، الزيادة في عدد الموظفين العاملين في دائرة التعويضات في منطقة دوس، تشكيل لجنة من النزاهة والرقابة الأمنية وأن تكون اللجنة من خارج منطقة دوس خرماتو. رابعاً، وضع آليات صارمة لمعاقبة ومحاسبة المزورين في ملف التعويضات في منطقة دوس خرماتو. تشكيل لجنة لتقييم البيوت المرممة وتصنيفها حسب التواريخ والأولويات. عدم وجود المياه الصالحة للشرب والكهرباء والخدمات جعلت عودة هؤلاء النازحين أمراً صعباً، مع عدم تنفيذ الحكومة العراقية وعودها بإعادة إعمار المناطق المحررة وتأهيلها لعودة السكان إليها. عوائل النازحة من أطراف دوز، يعني أكثر شيء من إحنا اللي نعانيها من أطراف دوز، نازحين وما عندهم أوراق ثبوتية، أطفالهم ما رايحين المدارس، صار عمره 7 سنوات 10 سنوات ما عندهم أوراق. إن كان يعني الوالد، إن كان يعني من قبل الأب أو من قبل الأم، أحيانا من الطرفين، يعني عندهم ما عندهم يعني مستمسكات. طالبة بعودة النازحين فقط الملطخين بالدم، يعني اللي عند الدولة طبعا أكيد ما يرجعون، أما القرى المهدمة نعم. الفساد المالي والإداري والمحاصصة بين الأحزاب والقوى السياسية تسببت هي الأخرى بضياع وتبديد ما كان يتم رصده من مبالغ لإعادة إعمار المناطق المحررة في كركوك وأطرافها، وهو أمر يرسم علامة استفهام أخرى حول الوعود الحكومية المتعلقة بمكافحة الفساد. ملف عودة النازحين إلى المناطق المحررة جنوب كركوك لم يجد طريقه إلى الحل، ما يعني استمرار معاناة سكان هذه المناطق حتى إشعار آخر. حيدر عودة، اليوم كركوك.